لابد من أن نبحث استراتيجياً للصناعة التقليدية من خلال دعمه المتواصل للقطاع. وإن مجلس الجهة يقدر عالياً الجهود التي تبذلها الغرفة وبدعم مباشر من طرف شركائها وفي مقدماتهم وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والسيد والي الجهة في إخراج الكثير من المبادرات الهامة والتي تخدم بشكل مباشر الحرفيين والصناع ومن أهمها بالطبع دعم السوق عبر تنظيم المعارض الموضوعاتية التي تعتبر الجهة شريكاً مساهماً في تمويلها من خلال الاتفاقية التي تجمعنا بالغرفة. وقد يكون من الضروري التذكير أيضاً بكون المعارض الموضوعاتية السابقة وعلى رأسها المعرض الوطني للجهة قد ساهمت في إعطاء إشعار وطني لهذا المنتوج وعرفت بالإبداعات والمهارات اليدوية التي ظلت صامدة في وجه كل التغيرات الصناعية والتكنولوجية التي غيرت القطاع. ولا يخفى علينا جميعا مكانة الجهود الفاسية التي تعد من أحسن الأنواع التي تجر المنتجين العالميين ويحاول الصناع والحرفيون على الرغم من متاعب المهنة وضيق اليد الحفاظ على هذا الموروث الأصيل والذي يعد واحد من مكونات الهوية والأصالة المغربية عامة والفاسية خاصة، مما يقتضي إعطاءه المزيد من العناية والاهتمام. ويعد تنظيم المعرض الوطني للجلد واحد من المحفزات الأساسية لدعم هذا القطاع. أتمنى لهذه النسخة النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة، وإن مجلس الجهة لا يجدد انخراطه ودعمه لكل المبادرة الهادفة إلى تطوير قطاع الصناعة التقليدية بتراب الجهة ولكل ما يخدم صالح العمل الصناع والصانع التقليديات تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وعيته. ومن إشارة للإعلام أن الجهة مجلس الجهة تفاس الناس ساهم 4 مليون ديال الدرهم في 4 المعارض الموضوعاتية، وأتمنى النجاح